من كل قلبي عايز أشكر ربنا على الطريقة اللي استخدم بيها حلقات مدرسة المسيح لربح وتشجيع وبناء حياة الكثيرين بمختلف طوائفهم. لما جاء المسيح ودعا بطرس وأندراوس أن يتبعاه قال لهم كده: هلم ورائي فأجعلكما صيادي الناس. دعاهم أن يكونوا تلاميذ، وعدهم أن هو حيصنع منهم خدام حقيقيين يؤثروا ويربحوا الكثيرين لملكوت السماوات. أصلي أن ربنا يستخدم الحلقات اللي جاية دي تحت عنوان حياة الخادم لتصنع خدام حقيقيين بنعمة الله يعيشوا بأمانة لمجد الرب. آمين. أحبائي عزيزي المشاهد، أرحب بكم في حلقة جديدة في رحلتنا وإحنا بنتكلم عن أبعاد حياة الخادم. وقلنا إن دي رحلة فيها بنشوف ربنا إزاي بيصنع من الأواني اللي هو اقتناها لنفسه بدم المسيح ليكونوا خدام أمناء لتوصيل محبة الله ونعمته ورسالته للبشر الذين هم من حوله. وتقولنا إن حياة الخادم نقدر نصفها في صورة مربع، عشان كده سميناها أبعاد حياة الخادم، وده اللي موجود قدامكم على الشاشة. لما بنتكلم عن إزاي إن البناء ده بتاع حياة الخادم مبني من أربع أضلاع أساسية: كونه ابن، وبعدين كونه تلميذ، وبعدين كونه خادم، وبعدين كونه كاهن يكهن للرب أمام عرشه ويتشفع ويسأل من أجل عمل الله في حياة البشر اللي هو بيخدمهم. في رحلتنا ديت خدنا الأول فكرة سريعة عن المربع ده ولفينا في أبعاده المختلفة، وتكلمنا عن أربع أبعاد للعلاقات: علاقة مع الله، علاقة مع الحق، علاقة مع الآخرين، الرابعة كانت إيه؟ الرسمة موجودة، يعني علاقة مع نفسه، مش كده؟ وحنرجع دايما للحقائق دي لأنها كلها شبكة في بعضها. وبعدين خدنا الضلع الأولاني وتكلمنا عن الهوية الأولى للخادم أنه ابن، ويعني إيه ابن، ويعني إيه العلاقة الملتصقة بالآب، وإزاي الابن بيعرف يفهم الآب وبيعرف لما بيقدم ربنا بيقدم ربنا على حقيقته. وبعدين خدنا مجموعة كبيرة من الحلقات أن الخادم ده بعد أن يصير ابن، الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، بيبقى تلميذ قبل ما يبقى خادم. وبعدين خدنا حلقات كتيرة عن يعني إيه التلميذ ويعني إيه التلمذة ووسائل التلمذة: العلاقة الشخصية، العبادة الجماعية، المجموعة الصغيرة، وتكلمنا بتفاصيل شديد جدا. في الحلقة دي هنخش في البعد الثالث اللي هو الخادم. خلي بالكم مش هو الموضوع كله ده ضلع في أبعاد حياة الخادم كونه خادما، ودي رحلة برضو هناخد فيها مجموعة كبيرة من الحلقات المبنية على قبل كده. أول حاجة عشان خاطر نقدر نتكلم في الموضوع ده خلينا نروح للكلمة نفسها، وخلي بالكم العناوين اللي متلونة قدامنا دي كلها هي اللي هنعبر عليها. أول عبارة أو أول عنوان عايزين نقف عنده في الخادم: من هو الخادم؟ لو عايزين نعرف الكلمة دي، الخادم عندنا في مفهومنا الفلان ده خادم في الكنيسة الفلانية معناه القائد، الشخصية التي تتحمل المسؤولية لتقوم بعمل مهم في ملكوت الله. ومرتبط كلمة خادم بقائد ديت، احيانا بنسميه القائد واحيانا بنسميه الخادم. احنا هنستخدم الكلمات الكتابية لان هتساعدنا ان دي اللي بتدينا المعاني اللي احنا عايزين نوصلها عشان تبقى معرفتنا كتابية منطقية تطبيقية. فاكرين دي رحلتنا كلها، احنا بنقول الكتاب قال ايه، كلام ده يخش العقل ولا لا، وبعدين الكلام ده يتطبق ازاي في الواقع العمل. العنوان الاولاني في كلمة الخادم ده: مين هو وإيه الدور اللي بيقوم بيه؟ إحنا لزقنا الاثنين في بعض، لو فاكرين في المربع اللي إحنا كنا فيه دلوقتي حالا هنلاقي الصورة مختلفة شوية، خادم وبعدها دوره الرعاية، صح كده؟ فهنشوف برضو كده على طول إزاي من هو الخادم ودوره إيه لزقين في بعض مرتبطين ببعض. الخادم بعبارة أخرى هو من يخدم، سهل قوي الفعل من الاسم، من خادم يخدم، يعني أسهل حاجة تتفهم ديت. الخادم هو اللي بيخدم،
اللي بيخدم، الخادم هو الخدام اللي بيخدم، ده الخادم. وهنشوف ازاي الايات كلها اللي بيقولها الكتاب بتعبر عن الكلمه دي بكل قوه، واللي بكل اسف واللي ما بقتش هي الحاجه الواضحه امام عيون. الخادم معناه اللي هو واخد مسؤوليه، لا، الخادم هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بيخدم. الخادم هو اللي واخد مكانه معينه، لا لا لا، الخادم هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بيخدم. بصوا الايات دي، ودي كلمات الرب يسوع شخصيا، لوقا 22:27. لان من هو اكبر؟ مين الاكبر هنا؟ الذي يتكئ ام الذي يخدم؟ اللي قاعد على الكرسي ولا اللي بيجيب له الميه والنسكافيه والشاي والشاي غلي والسكر غلي؟ المهم يعني، فمين اللي مين الكبير اللي في نظر البشر؟ الكبير هو مين اللي قاعد على الكرسي واللي الناس بتخدمه، صح كده؟ ده كبير القعده، مظبوط. والخدام ده اللي هو يعني اللي مش معتبر في القضيه. أليس الذي يتكئ ده اللي عند البشر، لكني انا بينكم كالذي يخدم. وهو ده مين؟ ده الكبير قوي، ده هو الكبير قوي. فالذي يخدم هو الكبير قوي، مش الذي يخدم هو، ومش الكبير قوي هو اللي قاعد ايه، هو اللي قاعد بيتخدم. نقولها بطريقه تانية، فدعاهم يسوع وقال لهم انتم تعلمون، ده متى 20، قالها كتير قوي المسيح في نفس الانجيل وفي اناجيل مختلفه، قال نفس الكلمات كتير قوي قوي قوي. انتم تعلمون ان الرؤساء الامم يسودونهم، الرؤساء يسودونهم، العظماء يتسلطون عليهم، ده العادي عند الناس. فلا يكون هذا فيكم. احنا مش كده، احنا ايه؟ مش كده. بل من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكن لكم ايه؟ خادما. من اراد ان يكون فيكم اولا فليكن لكم عبدا. مرة تانية، المقاييس الإلهية تختلف عن المقاييس التي في العالم. مهم قوي الآيات ديت، لأن هنطلع منها المعنى. بولس الرسول بقى بيقول إيه في الحقيقة ديت؟ فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا. إحنا لما بنقدم المسيح هو الرب، لكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. فاكرين وإحنا بنلف على المربع قلنا كده، قلنا المفتاح في العلاقات مع الناس، أنا مش بقدم نفسي أنا ابن ربنا، مش بقدم نفسي أنا تلميذ يسوع المسيح، أنا ما بقدم نفسي للناس بقول لهم إيه؟ أنا خدامك. أنا إيه؟ خدامك. نكرز بالمسيح يسوع ربا بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع، عشان خاطر ربنا. هنيجي نتكلم على من خاطر مين وليه بنعملها بالطريقة دي. الخادم هو الذي يخدم، الذي يجعل نفسه عبدا خادما للآخرين. وفي نظر ربنا ده اللي هو ايه؟ ده اللي عظيم، ده الكبير، لأنه هو نفسه عمل كده. بولس كمان بيقول بنفس الطريقة نفس الكلمات، أما أنا فبكل سرور أنفق من أجل أنفسكم، وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل فليكن. مرة تانية هي نفس الفكرة، اللي بيخدم وبيبذل، اللي بينفق بيعطي وبينفق، هي نفس الفكرة. ده الخادم، ده الكبير، ده الكبير. واضحة الفكرة ديت. لازم أغير الطريقة اللي بفكر فيها في اللقب ده، لأن إحنا بالذات في المجتمع الغربي بقى الخادم، الكلمة دي اتشالت وبقت الإيه؟ القائد، قائد الاجتماع الفلاني، قائد المجموعة. وكلمة قائد معناها الكبير، الألفة، الكوماندا، الرئيس. إحنا عايزين نرجع تاني الكلمة الكتابية، كلمة قائد دي مش موجودة في التعبيرات اللي قرناها كلها، ما عندناش كلمة قائد حتى في الآيات دي، صح كده؟ المسيح نفسه قال أنا من أخدم، اللي بيخدم هو الكبير. في كبير، بس الكبير هو مين؟ هو اللي بيخدم، هو اللي بيسيرفس، اللي بيجيب المية والحاجة الساقعة، هو اللي بيخدم على الناس، مش اللي قاعد بيخدم.
فالفكرة دي على طول لازم تتغير في نظرتنا للقب ده. لقبي خادم، أنا لقبي ابن، تكلمنا عنها. لقبي تلميذ، ده الكارت بتاعي. لقبي ثاني مش رئيس، مش قائد. لقبي أنا إيه؟ خادم. معناها أعمل إيه؟ أنا هخدم. طيب الخدمة دي بتتحول إزاي إلى عمل؟ مش كده قلنا الخادم دوره هو العمل الإيه؟ الرعوي. الرعوي، والعمل الرعوي نقدر نقول عليه ثلاث حاجات زي ما موجود قدام حضراتكم في السلايد ده. إن الشخص بيخدم معناه يعني بيسد احتياج. ده عطشان بشربه، ده جعان بوكله، ده عريان بلبسه. يعني أنا بسد احتياج موجود عند الشخص دوت. ده دور الراعي، بياخد الخراف عشان تعمل إيه؟ عشان تأكل وتشرب وترعى. بيرعى معناه بيسد الاحتياج. الحاجة الثانية، الخادم بمعنى إنه دوره رعوي، بيرعى حاجات الناس ديت، بيؤثر إيجابياً في حياة الناس ديت، بينقلها من A to B، من النقطة دي إلى النقطة دي، أقرب، بيدفعهم للأمام، تأثير إيجابي، مش مجرد بيسد احتياج ملوش لازمة، لا، لازم الاحتياج ده يؤدي إلى تأثير في حياة الناس إيجابي. الحقيقة الثالثة، ودي اللي هنتكلم عنهم وكل واحدة ونشوف الشواهد بتاعتها، مش هو اللي بيسود على الأنصبة، مش اللي بيسود، مش اللي بيتسلط. كتير قوي في نظر الناس أنا الخادم معناه تسمع كلامي، أنا القائد المجموعة معناه تنفذوا اللي أنا بقول عليه. مش اللي بيسود على الأنصبة، مش بيتسلط. الرؤساء يتسلطون، اللي في العالم العظماء يسودونهم، لا يكون هذا بينكم. وحنشوف الآيات ازاي مرة تانية ان الراعي، وبيكلم الرعاة هنا والقادة، انهم لا يسودون على الأنصبة. ارجو يكون ده واضح، ونحن هنا لو خبطنا كده هنلاقي نفسنا بنرجع للمنظر ده. الخادم دوره الراعي، الخادم الدور بتاعه عمل الرعاية. ارجع تاني لكلمة الخادم. طيب هناخد الآيات الثلاثة دول واحدة واحدة ونشوف نمرة واحد اللي بيسد الاحتياج. الآية دي جميلة قوي، مأخوذة من حزقيال 34 من عدد 2-4، وهو ربنا بيعاتب الرعاة، بيعاتب القادة، بيعاتب اللي المفروض كانوا يبقوا هم خدام وبيرعوا الرعية. يا ابن آدم تنبأ على رعاة إسرائيل، احنا قلنا دور الرعاة فبيخاطب الرعاة، وقل لهم هكذا قال السيد الرب للرعاة: ويل للرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم. بيخلي بالهم من مين؟ من نفسهم. بيسدوا احتياجات مين؟ نفسهم. ألا يرعى الرعاة الغنم؟ دور الراعي مع الغنم، بيرعى نفسه، طالع هو يأكل ويشرب ويتفسح ويتشمس، ولا هو واخد الخراف عشان تشرب وتأكل؟ فاهميني عايز أقول إيه؟ ألا يرعى الرعاة الغنم؟ انتوا رعيتوا انفسكم، تاكلون الشحم، تلبسون الصوف، تذبحون السمين، ولا ترعون الغنم. انت عايش نفسك، انت بتسدد احتياجاتك. ولا ترعوا الغنم، يعني ايه ارعى الغنم؟ بص بقى، المريض لم تقووه، المجروح لم تعصبوه، المكسور لم تجبروه، المطرود لم تستردوه، الضال لم تطلبوه، بل بشده وعنف تسلطتم عليها. انت شفته مجروح، انت شفته جعان، انت شفته تايه، انت شفت الغنمة حالتها ايه، وانت ما عملتش ايه، ما سددتش الاحتياج. انت فكرت في مين؟ في نفسك. الا يرعى الرعاة الغنم؟ يعني ايه؟ يعني انا بشوف احتياج وبيبقى دوري اني اعمل ايه؟ ان اسد هذا الاحتياج. فالدور الرعوي معناه الشخص الذي يسد الاحتياج. مرة تانية المسيح بيقول الكلمات دي لبطرس في يوحنا 21:16. فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ بتحبني؟ طبعا بحبك. نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. ارعى خرافي. بتحبني؟ يبقى هتعمل لي اللي أنا عايزه، يبقى هتخدمني، صح كده؟ هتخدمني ازاي؟ ارعى خرافي. كلمة ارعى هنا، ارعى هنا بالانجليزي feed my lambs، feed وكلهم
غزيهم، سد الاحتياج. قال له أيضا ساتني يا سمعان ابن يونس أتحبني؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى غنمي، أول مرة ارعى خرافي، ارعى غنمي. بالإنجليزي اتغيرت شوية كلمة، take care of my sheep، خلي بالك منهم، خلي عينك عليهم، خلي بالك. عارف لما بتدي حد حاجة يقوله خلي بالك منه، معناه ايه؟ لو احتاج شوكولاتة هاتها له، لو عايز بيبسي جيبها له، فاهم قصدي؟ ولو بيبي يغير غير له، فعمل على روحه غير، فاهم اللي عايز اقوله؟ تيك كير، خلي بالك منه، معناها تعمل ايه؟ تسد الاحتياج بتاعه. قال له ثالثا يا سمعان ابن يونس أتحبني؟ فحزن بطرس، عارفين احنا الآية، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له ارعى غنمي، بالإنجليزي feed my sheep، feed my sheep، وكل غنمي، خلي بالك من خرافي. عشان كده جت لام مرات وجت شيب مرات، بمعنى لامب خراف شيب، يعني هي نفس الكلمة بالعربي مختلفة في الغنم والخراف. مرة تانية الخادم هو من يرعى، والرعاية أول حاجة فيها هي سداد الاحتياج. مرة تانية بنلاقي بولس في تسالونيكي الأولى 2:7-8 بيقول كده، بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها، هكذا إذ كنا حانين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا لأنكم صرتم محبوبين إلينا. كما تربي المرضعة أولادها، أنا بخدمك، أنا بسد إيه؟ الاحتياج، أنا بخلي بالك، بالي منك، مش كده؟ فالرعاية هي سداد الاحتياج. اثنين، مش بس أنا مجرد بوكلك وبشربك ولما بتعمل على روحك بغير لك وفهمني بسد الاحتياج، لا، أنا عندي هدف أسمى، أنا خادم لحياتك، مش مجرد هدفي اني اسد عوزك، لكن انا هدفي ااثر فيك ايجابيا، اغير منك للافضل، اجعل منك افضل ما يمكن ان تكون، مش كده؟ فالمرضعه مش مجرد بترضعه، الام مش مجرد بتغير للطفل، انا مش مجرد بصرف على ابني، انا عايز اربي ابني انه يكون احسن واحد، فانا عايز اؤثر فيه ايه؟ ايجابيا. أنا عايز أؤثر فيه إيجابيا، أنا عايز أستثمر في حياته، أنا عايز أخدمه ليكون للأفضل. واضحة الفكرة؟ فأنا دايما في بالي أن الشخص ده يكون أفضل حالا، مش مجرد مش جعان ومش عطشان ومش والجرح تنظف وخلاص يعني خلصنا، لا لا لا، الراعي يرعى ليكون هذا الشخص في أفضل صورة ممكنة. بولس بيعبر عن ده في كولوسي 1:28-29، الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة، لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. أنا عندي هدف، أنا وأنا بسد لاحتياجك الروحي والمادي والنفسي، أنا عايز حاجة من وراء دوت، أنا عايزك أفضل ما يمكن، لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح. عندي هدف سامي في خدمتي ديت، مش مجرد بعمل واجب. الأمر الذي لأجلي أتعب مجاهدا بحسب عمله الذي يعمل فيا بقوة، مهما كان التمن، أنفق وأنفق لأجل نفوسكم، لأن الهدف بتاعي كبير، لكي أحضر كل إنسان كاملا في المسيح. أنا مش مجرد بعمل واجب، جبت له الساندويتش، جبت له الحاجة الساعة، نيمته، غيرت له، لا، أنا مش مجرد بسد احتياج، أنا عايز أؤثر في حياتي تأثير، أنا عايز أدفعه للأمام، أنا عايز أصنع منه أفضل إنسان ممكن بنعمة الله بحسب عمله، عمل الله الذي يعمل فيا بقوة بحسب النعمة المعطاة لي. يا أولادي الذين أتمخض بهم، أنا بخدمك وبتمخض بيك وبصلي عشانك وبضع حياتي من أجلك، ليه؟ لكي يتصور المسيح فيكم. ده فكر الخادم، ده فكر الراعي،
الدور الرعوي أنا بسد الاحتياج لمسؤوليتي عشان 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 أحضر كل إنسان كامل عشان يتصور المسيح فيكم. الحقيقة الثالثة أن دور الراعي يسد الاحتياج عشان بسد الاحتياج الروحي والنفسي والمادي عشان عشان ها؟ وفي ذات الوقت مش بعطي لنفسي الحق أني أسود على الناس، أنا مش بتسلط عليهم، يسودونهم يتسلطون عليهم، لا 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 لا. وده أكتر حاجة بنشوفها في العالم الروحي، أن كل ما بكبر ودول تلامذتي ودول الناس اللي أنا بخدمهم كأني بمتلكهم، كأني بتحكم في حياتهم، عندي سلطان روحي عليهم، بأسيء استخدام الوضع اللي ربنا ده أنا فرقت في حياتك لازم تسمع كلامي وما تعملش حاجة غير لما أنا أوافق عليها. في فرق إنك أنت بتسألني وعايز تسمع رأيي، في فرق إنك أنت بتخضع لي، في فرق إني أنا من ناحيتي أعمل إيه؟ أتسلط عليك، مش هتعمل غير اللي قلته، مش هتتجوزها ديت، أنا عندي عروسة أفضل، أنا بنت أختي ما اتجوزتش هتتجوزها، أنا بهزر طبعا، بس يعني بنعملها بطريقة تانية يعني، فهناك طرق كثيرة جدا إزاي فيها إحنا بنتسلط على الناس. بص بطرس بيكتب للقادة، للشيوخ، لقادة الكنيسة، ارعوا رعية الله، خلي بالك كل الآيات بنتكلم عن الرعاية، ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا. نظرا أوفرسير، مخلي بالك باصص من فوق، لا عن اضطرار بل بالاختيار، انت مش مجبر، ده انت اللي اخترت كده، انت اللي تطوعت للعمل ده، انت اللي اديت نفسك للخدمة دي. فاهميني اللي عايز اقوله؟ جميل قوي. ارعوا رعية الله، دوري ان ارعى. نظارا، نظارا يعني في المدرسة الناظر هو الكوماندا، لكن هنا أوفرسير يعني انت اللي باصص، انت اللي باصص من فوق، انت اللي واخد بالك من المنظر ايه كله، انت مش مركز مع واحد وسايب الباقيين. نظارا لا عن اضطرار بل بالاختيار. ونظارا هنا اللي هو الابيسكوبوس اللي هو الاسقف، ها الاسقفية. ولا ربح قبيح، انت لا مجبر ولا بتعمل كده عشان انت تستفاد، وياما الناس بتستفاد من الخدمة لروحها ماديا ومعنويا، لا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة. بص اعمل ايه وما تعملش ايه على طول، في عبارة واحدة كمية الحاجات الإيجابية وكمية الحاجات اللي ما تعملهاش. ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية، وهنجلها ديت، بل قدوة للناس، قدوة للناس، صائرين أمثلة للرعية. فبيكلم عن راعي بيرعى الخراف، ارعى غنمي وانت بتعملها بالطريقة اللي بيوصفها الكتاب. يبقى الجزء الأولاني واحنا بنتكلم عن الخادم، الخادم هو الذي يخدم، الذي يرعى، والرعاية تعني أني بسد الاحتياج عشان أؤثر فيك تأثيرا إيجابيا عشان أراك كاملا في المسيح، عشان تكون كما أراد المسيح لك أن تكون. طيب في أي أسئلة في المقدمة ديت؟ عشان عندنا شوية حاجات بقى هنخش في الجد. احنا كل ده بنعمل تعريف الخادم الراعي، فبنحط نقط على الحروف، بنصلح شوية مفاهيم. في سؤال هنا، تفضل. طيب عندي سؤال، يعني لو في راعي مثلا بيرعى مجموعة من الأشخاص وهو بيحاول ان يكون يعني الدنيا ماشي أفضل، أوقات ممكن يحس ان مفيش تغيير فيحس بإحباط أو ان هو مقصر، أو يعني مثلا لما جه يسوع يقول الذين أعطيتهم في يدي فلم يضع منهم أحد، فإحساس المسؤولية دوت بيبقى عليا، ولا اللي هو لو انت عملت اللي عليك فالله بقى يكمل؟ أو هنيجي للحكاية دي في التفاصيل اللي جاية. الإحساس بالمسؤولية مطلوب مني، لأن ده اللي بيخليني أعمل كل اللي أقدر أنا أعمله، لكن هل أنا مسؤول مسؤولية كاملة عن النتائج؟
مسؤول عن الناس، لكن أنا مسؤول بالتاني على النتائج. بقيت الآية: ولم يهلك منهم إلا ابن الهلاك. يعني المسيح نفسه من ال 12 خسر واحد، صح؟ فدايما في فاقد. ليه؟ لأن الناس اللي بخدمهم عندهم إيه؟ عندهم حرية، وممكن مهما عملت له في الآخر يقول إيه؟ لا. يعني يهوذا بالذات كان من المقربين للمسيح بصفته إيه؟ أمين الصندوق، مش كده؟ في أي مجلس كده في الرئيس المجلس والسكرتير وأمين الصندوق، دول تلات، يعني ده المكتب بتاع، وفي المساعد بتاع الرئيس، يعني ده المكتب بتاع. فكان من المقربين للمسيح واللي حط ثقته فيه. واضح إنه في العشاء كان إيه كمان؟ قاعد إيه؟ جنبه. غمز اللقمة وأعطاها إياه. حد خد باله من الحاجات دي قبل كده؟ وبرغم كده باعوا. كان من المقربين، كان موضع ثقة، وبرغم هذا ما كانش اللي على الحافل مهمل فقال لك ده أنا مهمل يلا هبيع القضية. لا، ما كانش قاعد آخر الصف فما كانش بياخد باله من الحصة، ده قاعد إيه؟ جنبه. واضح اللي أنا عايز أقول؟ ورغم كده فقد. الإنسان عنده حرية الاختيار. الإحساس بالمسؤولية مطلوب، إني أبقى حاسس إني مسؤول عن الخراف ديت. لكن هل ده معناه أني بقدر أخد نيابة عنهم قرارات إيجابية ليتجاوبوا مع نعمة الله؟ لا. أنا جاوبت حضرتك؟ ماشي. أوكي. أشكركم لمتابعتكم هذه الحلقة. أشكرك عزيزي المشاهد. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة في أبعاد حياة الخادم. يسوع معك. مجد المسيح. عايز أشجعك إنك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv، هتجد كل الحلقات موجودة. إلى أن نلتقي، ربنا معك.